بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند، حلقه نهايه الاسبوع وقبل انطلاق الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا ب 48 ساعه. وبالتاكيد خلال الساعات القادمه هيكون عندنا كلام مهم جدا بخصوص مباراه الهلال السوداني والاهلي وانطلاقه جديده ومشوار جديد قاري للنادي الاهلي من اجل الدفاع عن الاميره السمراء. دائما وابدا النادي الاهلي بيسعى للوصول الى المباراه النهائيه والفوز والظفر بالبطوله الافريقيه في كل عام، وهو المرشح الاول كالعاده لدوري ابطال افريقيا. حلقه النهارده فيها كواليس وتفاصيل، وهنلقي الضوء ايضا كمان على بعض الامور الخاصه بالشان المحلي في ظل ضبابيه المشهد في الامر المتعلق بمن هو رئيس لجنه الحكام خلال الفتره اللي جايه. تفاصيل اكتر كمان هنقولها في هذا الملف، ولكن لما نيجي للفقره الخاصه بالاخبار والكواليس. لكن بسرعه نبدا حلقتنا بسؤال حلقه النهارده، وسؤال حلقه النهارده عايز اعرف من حضراتكم افضل تشكيل ممكن يبدا بالاهلي مباراه الهلال السوداني في ام درمان، وكمان توقعاتكم لنتيجه اللقاء. تقدروا تشاركوا معانا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا من خلال الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي الفقره الاخيره هستعرض اكبر قدر من مشاركتكم وافضل تشكيل من وجهه نظركم اللي ممكن يلعب بيه الاهلي فريق الهلال السوداني. لكن خلونا نبدا حلقتنا باهم العناوين. في ترند الاهلي، الفريق يبدا الاستعداد لمباراه الهلال السوداني. وكمان السولية يغيب عن اللقاء للإصابة. وأخيرا كاف يخطر الهلال بإقامة مباراة الأهلي بدون جمهور. طيب استعرض مباريات اليوم النهاردة، في مباريات ممتعة وهتكون مباريات مثيرة سواء في الدوري الإنجليزي الأسباني وأيضا كمان في دوري أبطال أوروبا. نبدأ الدوري الإنجليزي، والنهاردة قمة الدوري الإنجليزي البريمير ليج ما بين أرسنال ومانشستر سيتي، هتتلعب المباراة الساعة 9:30 إن شاء الله بتوقيت القاهرة. دي مباراة القمة والصدارة، أرسنال فاز هيبتعد بفارق النقاط عن مانشستر سيتي، السيتي كسب نقدر نقول الدوري الإنجليزي دخل في مراحل حاسمة. الدوري الأسباني ومباراة ريال مدريد بعد عودة الريال من المغرب ومشاركته في كأس العالم للأندية، النهاردة ريال مدريد هيلعب الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة مع إليتش. طيب نروح بقى لدوري أبطال أوروبا، الساعة 10 من مساء اليوم مباراتين في توقيت واحد، بروسيا دورتموند يستضيف تشيلسي وكلوب بروج بيستضيف بنفيكا. طبعا لو تقارن مباريات دوري الأبطال مع الدوري الإنجليزي والأسباني، قمة الأرسنال ومانشستر سيتي أكيد هي الكسبانة، لكن دي مباريات النهارده يوم الاربعاء في الدوريات الاوروبيه. طب دي كانت جوله مهمه جدا في استعراض مباريات اليوم. نخرج على فاصل، وبعد الفاصل نرجع للكلام المهم اللي فيه كواليس وتفاصيل مباراه الاهلي والهلال، وكمان هنتكلم على الشان المحلي وماذا يحدث في ملف التحكيم بعد استراحه كده. ما بنتكلمش عن الملف ده نتيجه مشاركه الاهلي في كاس العالم، بس هنرجع ونشوف ايه اللي حصل خلال اخر ثلاث اسابيع في ملف التحكيم، وليه الاخطاء التحكيميه ظهرت تاني بعد تعديل تم في اللجنة ورحيل مارك كلاتنبرغ. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب الملف الخاص بالتحكيم وماذا يحدث في لجنة الحكام، آخر مرة أنا اتكلمت في الملف ده أعتقد كان من حوالي 3 أسابيع أو شهر، وقلت وقتها أن الملف ده خلاص قتل بحثا، وأن المفروض الفترة اللي جاية اللجنة تبدأ تشتغل ونشوف ايه اللي هيحصل في ملف التحكيم، خاصة بعد رحيل الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ. وانشغلنا بكأس العالم للأندية وماذا يحدث في كأس العالم للأندية، والأهلي كان عنده مشاركة في بطولة دولية خلال الفترة الأخيرة في المغرب. ولكن أثناء مشاركة الأهلي في البطولة الواحد بس كان من بعيد لبعيد كده بيشوف ايه اللي بيحصل في اللجنة. مشي مارك كلاتنبرغ وتم تكليف محمد فاروق الحكم الدولي السابق برئاسة اللجنة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع خبير تحكيمي أجنبي من الدوريات الأوروبية خلال الفترة اللي جاية. وطلع الاتحاد وقال إن مش هيكون فيه خبير عربي ولا إفريقي ولا هيكون حكم مصري سابق يرأس اللجنة خلال الفترة الحالية، وفي اتفاق إن هيكون حد من أوروبا هو اللي يجي يتولى مسؤولية الإشراف على لجنة التحكيم، سواء إشراف أو حتى تطوير الاتنين مع بعض. واتقال وقتها كمان ان الكابتن محمد فاروق هيكون دوره اشراف مؤقت ورئيس لجنه بالانابه لحين التعاقد مع رئيس لجنه تحكيم اجنبي. وانا وقتها طلعت وكتبت وقلت، ويمكن الموضوع ده عمل رد فعل قوي داخل الاتحاد وداخل لجنه الحكام، وقلت اوكي
ما عندناش مشكله ان هيكون في رئيس مؤقت للجنه، لكن مين اللي هيكون مسؤول عن ملف التعيينات؟ في ظل وقتها لما جمال علام اتصل بمحمد فاروق وقال له هترجع للجنه من تاني وتبقى نائب رئيس لجنه، فمحمد فاروق اشترط قال له هرجع بس ماليش علاقه بتعيينات الدوري الممتاز. فوقتها انا طرحت السؤال مين هيبقى المسؤول عن ملف التعيين لحكام الدوري الممتاز؟ ووقتها او بعدها على طول بعد البوست وبعد ما كتبت واتكلمت في الجزئيه دي حصل اجتماع داخل الاتحاد وداخل اللجنه، وساعتها تم تكليف، انا بقول بقى معلومات من اول الموضوع لغايه اللحظه اللي بتكلم معاكم فيها، كل دي كانت معلومات، بس مهم جدا اقول لحضراتكم الترتيب اللي حصل خلال الفتره الاخيره عشان نسترجع مع بعض ونشوف ايه اللي بيحصل من تطورات في لجنه الحكام. عمل اجتماع الكابتن محمد فاروق مع اعضاء اللجنه اللي كانوا موجودين وقتها، توفيق السيد وايمن دجيش واحمد ابو العيله واحمد فاروق المسؤول عن الامور الاداريه في اللجنه، وتم واعتقد كمان مجدي رزق وعدد من الحكام والكابتن ياسر محمود وعدد من الحكام اللي حتى المسؤولين عن القسم الثاني والثالث. والكابتن محمد فاروق وقتها بعد ما تم تكليفه برئاسه اللجنه بشكل مؤقت كلف الكابتن توفيق السيد بمنصب مدير لجنه الحكام والمسؤول عن تعيينات حكام الدوري الممتاز. تمام؟ طيب مين نائب مدير اللجنه؟ الكابتن احمد فاروق، ده حد من الناس الجميله اللي شغاله في اللجنه منذ اكتر من 15 20 سنه، يعني حد ليه خبرات طويله جدا، هو مش حاكم، هو راجل مسؤول عن الامور الاداريه، بس الكابتن فاروق عشان عارف المشاكل اللي بتحصل جوه اللجنه وبصراحه وبكل امانه عشان يبعد شويه الكابتن احمد ابو العيله عن ملف الاداريات الخاصه باللجنه، فكلف الكابتن احمد فاروق بمنصب نائب رئيس اللجنه. طيب بعدها الكلام ده من ايام قليله، يعني الكابتن محمد فاروق سافر السعوديه وبيعمل عمره، ربنا يتقبل ان شاء الله ويرجع بالف سلامه. ولكن في التوقيت اللي سافر فيه الكابتن محمد فاروق، مش عايز اقول حصل تعديل على ملف التعيينات، ولكن الكابتن توفيق السيد اشتغل في ملف التعيينات مش لوحده، وابتدى يشرك معاه الكابتن احمد ابو العيله في ملف تعيينات الحكام، بل الادهى من ذلك اللي الكابتن محمد فاروق لم يكن يعلم اي شيء عن تعيينات حكام الاسبوع ال 18 اللي كان في الايام اللي فاتت، وعدد من المباريات تم تكليف عدد من الحكام في الفتره الاخيره. وبالتالي رجعنا تاني لما قبل فتره مارك كلاتنبرج، مع اختلاف المسميات او مع اختلاف الاشخاص، ولكن تبقى او يبقى ان في شخص او اتنين لسه زي ما هو بيعملوا نفس الشغل اللي تم في الفترات السابقه. طيب ملف التعيين حكام الدوري الممتاز سيظل ازمه كبيره في لجنه الحكام وفي اتحاد الكوره خلال الفتره الجايه، الا اذا ما تدخلش مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه جمال علام في هذا الملف لغايه ما يجي خبير اجنبي. بمناسبه الخبير الاجنبي، انا مش فارق معايا الجنسيه، انا هرجع لملف التعيين وهتكلم النهارده في نقط مهمه جدا، انا مش فارق معايا مين هو جنسيه الخبير الاجنبي اللي هيجي يمسك اللجنه الفتره الجايه، ويمكن جمال علام رئيس الاتحاد اتكلم وقال مع عدد من المسؤولين خلال الساعات الاخيره لا ان في رئيس لجنه حكام اجنبي جاي، انا ما عنديش شك في ده، خلاص في رئيس لجنه حكام اجنبي جاي، واتمنى ان يتم الاسراع شويه في مساله التعاقد معاه، ان من وقت رحيل كلاتنبرج لغايه دلوقتي احنا داخلين في شهر، مر شهر ومفيش جديد، فاتمنى ان يتم الاعلان بشكل سريع. لكن انا الاهم بالنسبه لي، والناس ممكن تتفاجئ، هو في اهم من شخصيه الخبير الاجنبي؟ اه في اهم، مين هو؟ المترجم. انا عايز مترجم، الراجل اللي هيجي يمسك ملف لجنه الحكام في اتحاد الكوره محتاجين معاه مترجم. ليه محتاجين معاه مترجم؟ الناس ما تتصدمش من المعلومه اللي هقولها، كل اعضاء اللجنه اللي موجودين حاليا لا يجدون التحدث باللغه الانجليزيه بشكل احترافي، كلهم بلا استثناء ما عدا واحد، كلهم بلا استثناء ما عدا واحد، واعتقد اللجنه عارفه الكلام ده كويس جدا، وانا بقول ما عدا واحد لان الشخص ده كان من الاسباب الرئيسيه اللي صدر ازمات وعمل مشاكل لمارك كلاتنبرج في الفتره اللي فاتت، فاتمنى عشان ما يخشش بنفس الطريقه اللي اتعامل بيها مع الفتره السابقه ويتكرر نفس الامر، وكانك ما عملتش جديد، شلت انجليزي وجبت اسباني، لكن في النهايه القريب من صناعه القرار مع الخبير الاجنبي هو هو نفس الشخص، فالافضل يبقى فيه مترجم عشان حجة اللغة ما تبقاش موجودة عند اللجنة أو عند الاتحاد، ونرجع تاني لنفس التعامل اللي كان بيتم من عضو اللجنة السابق إياه اللي كان بيتعامل مع مارك كلاتنبرج. دي نقطة مهمة جدا، يعني أنا مش بتكلم في الخبير الأجنبي، أنا عايز مترجم. شوفوا وصلت لفين؟ أنا محتاج حد يبقى مترجم مع الراجل اللي جاي، يترجم أسباني، يترجم ألماني، يترجم إيطالي، مترجم. ودي نصيحة مني للأستاذ جمال علام إذا كان عايز يعني
يقفل ملف التحكيم نهائيا حتى نهايه الموسم، ويشيل من على نفسه الصداع الكبير اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، ليه ملف التعيينات فيه مشكله؟ ناس كتيره اتكلمت على الحالات التحكيميه، وانا ليا مدرسه معينه لما اجي اعرض مشكله عمري ما هروح لحاله تحكيميه. انا مختلف تماما عن بعض الزملاء اللي دايما بيتكلموا عن الحالات التحكيميه خالص. انا مشكلتي او مش مشكلتي، انا المدرسه اللي بحب انتهجها في مناقشه اي قضيه اشوف المعايير والموضوعات، مش هروح للحاله التحكيميه، لان الحاله التحكيميه دي محتاجه خبراء تحكيم يتكلموا فيها، وانا مش خبير تحكيم. لكن انا هتكلم في نقطه ثانيه اهم بكتير ومحدش تطرق ليها. هو منذ تعيين الكابتن ابراهيم نور الدين في ماتش الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا في شهر 10 اللي فات، هل تم اسناد لي اي مباراه افريقيه بعدها لغايه اللحظه اللي بتكلم فيها؟ لا. عارفين يعني ايه لا؟ يعني تم استبعاده من كل المباريات الافريقيه بقرار من لجنه الحكام، وتحديدا من مدير اللجنه الافواري ديوي نورمانديز حتى هذه اللحظه بسبب الاخطاء التحكيميه اللي تمت في مباراه الترجي امام بطل نيجيريا في دوري ابطال افريقيا في منتصف اكتوبر الماضي. والايقاف او الاستبعاد لم يكن لابراهيم نور الدين فقط، لا، كان معاه كمان المساعد الاول سمير جمال. طيب الناس هتقول لي يا عم ايه ادلتك على كده؟ تعال معايا كده واحده واحده نستعرض ايه اللي تم منذ اكتوبر 2022 حتى فبراير 2023. بعد مباراه الترجي وبطل نيجيريا كان الكابتن ابراهيم عنده مباراه في تصفيات تحت 23 سنه للمنتخب التونسي في ملعب رادس. تم استبعاده وتم الاستعانه بالكابتن امين عمر. طيب بعدها كان الكابتن ابراهيم نور الدين مرشح لاداره مباريات تصفيات تحت 20 سنه للبطوله اللي هتتنظم في مصر الشهر ده. كانت ساعتها التصفيات بتتلعب في السويس، وكان ضمن حكام دوره التصفيات لشمال افريقيا اللي اتلعبت في السويس، ولكن لم يتم اسناد لي اي مباراه، واستبعد من اداره مباريات التصفيات المؤهله لدوره شمال افريقيا لكاس الامم اللي هتنظمها مصر في فبراير اللي جاي. طيب بعدها كان في كاس امم افريقيا للمحليين في الجزائر، تم ترشيح محمد عادل حكم ساحه والكابتن محمود عاشور حكم تقنيه فيديو في ار. طيب كاس امم افريقيا للشباب اللي هتتنظم في مصر من 19 فبراير حتى اول مارس، تم ترشيح الكابتن محمود دناجي حكم ساحه والكابتن احمد الغندور حكم فار، وحتى كمان المساعده الدوليه يارا عاطف موجوده حكم مساعد مع كابتن سامي هلهل في كاس امم افريقيا للشباب في مصر. وبالتالي لا موجود في تصفيات 23 سنه واستبعد من مباراه تونس وجي امين عمر مكانه، لا راح دوره شمال افريقيا اللي اتنظمت في مصر واستبعد رغم اسمه كان موجود في القايمه، لا كان موجود كمان في امم افريقيا للمحليين ولا في امم افريقيا للشباب. حتى في دوره شمال افريقيا اللي اتنظمت في مصر كان موجود مكانه كمان الكابتن محمود البنا. طيب سيبك من كل ده، خلينا في دوري ابطال افريقيا الجوله الاولى والثانيه والثالثه. الجوله الاولى لم يكن فيها حكم مصري سوى امين عمر، ادار مباراه في غينيا ما بين حوريه كوناكري وسيمبا التنزاني. الجوله الثانيه اللي هتتلعب الاسبوع اللي جاي موجود فيها الكابتن محمد معروف، مباراه ما بين فيتا كلاب الكونغولي مع بيترو اتلتيكو الانجولي وهتتلعب في الكونغو برازافيل. الجوله الثالثه الكابتن محمد عادل. شفتوا انا بستعرض بطولات افريقيه من شهر 10 لشهر مارس فيها كام حكم مصري؟ كل القايمه الدوليه ما عدا ابراهيم نور الدين. حد بقى في الاتحاد او في اللجنه يطلع يقول لي على اي اساس حكم مستبعد من كل الاحداث الافريقيه بيتم اسناد لي اهم المباريات المحليه، يتحط في مباراه للاهلي، يتحط في مباراه الزمالك وسموحه، وتحصل اخطاء تحكيميه بالشكل ده تؤثر على شكل المنافسه، ومع ذلك لا حد في الاتحاد واخد باله ولا حد في مجلس اداره الاتحاد مركز من اللي بيحصل في اللجنه. وانا مش قادر افهم ليه الكابتن توفيق السيد بيحط نفسه في هذا الوضع، مش عايز اقول اكتر من كده، وبيسند مباريات مهمه للكابتن ابراهيم نور الدين في ظل عدم الاستعانه بيه في كل المباريات الافريقيه والاحداث الافريقيه اخر 4 5 شهور. كل الحكام الدوليين راحوا، محمود ناجي، محمد معروف، محمد عادل، ابراهيم قصدي محمود البنا، امين عمر، كل الحكام راحوا ماتشات ما بين شباب وناشئين واولمبيات ودوري ابطال افريقيا، والكابتن ابراهيم مش موجود.
لو كابتن ابراهيم عنده مباراه في الكونفدراليه طب اطلعوا قولوا لي، يعني اطلعوا قولوا لي اللي عنده مباراه في الكونفدراليه. الجوله الاولى ما كانش فيها، والجوله الثانيه جت لي الماتشات كلها بالكامل. يعني لو استعرضت حتى الاسماء، ده مصطفى غربال اللي خلص كاس عالم انديه، كاس عالم انديه هيكون موجود في ماتش فيوتشر وبيراميدز. يعني الحكام الدوليين اللي موجودين على الساحه دايما لجنه الحكام الافريقيه بتديهم ماتشات على طول، لكن تيجي تبص على الماتشات حتى الجوله الثانيه، والله عايز استعرض معاكم ماتشات الجوله الثانيه في كاس الكونفدراليه، والله ما فيها حتى الكابتن ابراهيم نور الدين. يعني الجيش الملكي مثلا وبطل لاتوجو حكم من الجابون، فيوتشر وبيراميدز مصطفى غربال، يونج افريكانز التنزاني مع مازيمبي حكم موريتاني، ريال باماكو المالي مع اتحاد المانستير حكم كونغولي، ريفرز يونايتد مع اسيك ميموزا الحكم المغربي سمير القزاز، موتيمبا بيب الكونغولي ضد الفريق الشياطين السود الكونغولي حكم سنغالي ماجيت نيداي، فريق لوبولو الكونغولي ضد مارومو جالانس الجنوب افريقي الحكم الجنبي بكاري جسامه، الاخضر الليبي ضد اتحاد العاصمه الجزائري الحكم التونسي هشام او هيثم قيراط ابن الحكم الدولي التونسي هشام قيراط. تروح لدوري ابطال افريقيا مفيش، يعني ما في حكم جزائري لحلو بن براهيم، الحكم التونسي صادق السلمي، الحكم الغاني دانيال لاريا، الحكم الجنوب افريقي ابو نجيلا توم، مفيش الكابتن ابراهيم نور الدين لا الجوله الاولى ولا الجوله الثانيه، ومع ذلك بيتم اسناد ليه مباريات كبيره. ليه؟ مش قادر افهم. يبقى هنا التعيينات فيها علامه استفهام، ده فيها مليون علامه استفهام. خد المفاجاه الثانيه عشان تعرفوا ان المعايير في التعيينات شغاله بطريقه السوشيال ميديا اللي هي ايه، جمعيه ودايره. والله العظيم انا عدد من الحكام الدوليين اشتكوا لي خلال الساعات الاخيره من ملف التعيينات في الفتره الاخيره، وقالوا احنا رجعنا لما هو ما قبل عصر مارك كلاتنبرج، يعني رجعنا من تاني للجنه التي كانت تدير هذا الملف قبل تعيين الخبير الانجليزي مارك كلاتنبرج، ورجعنا تاني على قديمه بنفس المعايير. طب اكبر دليل على كده ان التعيينات فيها مشاكل، لما يجي الكابتن توفيق السيد يعين شاهين ده المغربي في مباراه الجيش والداخليه حكم رابع، ماذا لو حكم المباراه تعرض لاصابه ونزلت شاهين ده اداره هذه المباراه؟ هل المباراه دي قانونيه ولا يبقى فيها مشكله قانونيه؟ لما يبقى المسؤول عن التعيينات مش قاري لوائح الفيفا، مش مطلع على تعليمات الفيفا. اولا شاهين ده حكم دوليا نحترمها ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله، ولكن انا بتكلم على المعايير، هي ما جريتش مع حكام الرجال عشان تبقى موجوده في مباريات الدوري الممتاز. ده هل ده كلام انا؟ لا، ده كلام الفيفا. يعني الفيفا في التعيينات او في الترشيحات لما بيتكلم على وجود الحكمات في بعض المباريات بيقول لك ايه، يرجى ملاحظه ان جميع الادوار الرسميه اللي عايز تعين فيها حكمات في مباريات الرجال يمكن ترشيح كل من الرجال والنساء، حيث لا توجد ادوار منفصله للمراه، ولكن يجب على النساء اللواتي يرغبن في الحصول على تعيينات الحكم او مساعد الحكم في مباريات الرجال اجتياز اختبار اللياقه البدنيه للرجال. اجتياز اختبار اللياقه البدنيه للرجال. هل شاهين ده المغربي اجتازت اختبار اللياقه البدنيه للرجال؟ لا. طب تتحط حكم رابع ليه في مباراه طلائع الجيش والداخليه في الاسبوع ال 18؟ مين مثلا اللي ممكن يكون ليه دور ان يكلم اللجنه؟ لا، حط شاهين ده، هات محمود ناجي، لا اختار احمد جمال، هات محمود بسيوني. ليه نسمح بالتدخلات؟ انا مش عايز اوضح وافسر اكتر من كده لغايه لما الملف ده يتعدل، لكن والله العظيم الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي بعديه ملف التعيينات في اللجنه لو ما رجعش تاني اشتغل بشكل احترافي، هنبدا نتكلم بقى على التدخلات اللي بتحصل، ومين بيطلب تعيين مين، ومين بيتدخل وعايز مين. وانا قبل كده استعرضت مداخله كانت مهمه، وساعتها الناس كلها اتفاجئت ان ازاي بيراميدز كان عارف ان في حكم جاي عشان كده ما طلبش حكم اجنبي. اعتقد الحلقات اللي فاتت قلنا فيها كلام كتير، وبناء عليه الفتره اللي جايه اعتقد واتمنى ان الاستاذ جمال علام واتحاد الكوره اذا ما خدش باله من ملف التعيينات وما يحدث ما بين الطريقه اللي بيدير بيها الكابتن توفيق السيد مع الكابتن احمد ابو العيله وعدم وجود الكابتن محمد فاروق في التوقيت الحالي، الملف ده هيبقى صداع وهنرجع لنفس الازمه من تاني. لسه الدوري طويل والتعيينات فيها مشاكل كتير، والتعيينات تفتقد للاحترافيه والعداله ما بين الحكام، عشان كده بنشوف الاخطاء. ويكفي تصريح الكابتن جهاد جريشه لما قال احنا رجعنا 10 خطوات لورا بعد الشكل المناسب المعقول اللي ظهر في الدوري السنه دي، مش هقول شكل مميز، لا كانت في اخطاء موجوده، بس ابتدى الملف يتعدل شويه، ابتدت الاخطاء تقل شويه، او الحكام اللي بتغلط ابتدت تتعاقب. فبالتالي ما رجعناش لنظام الدور، او الحكم اللي يطلب المباراه،
او عضو في الاتحاد يتدخل عشان يحط حد رابع او يعين حكم او يشيل حكم. ما نرجعش تاني لنفس الملف القديم، اتمنى الملف يتغير شويه ويرجع من تاني بشكل احترافي على ما يرجع الكابتن محمد فاروق من السعوديه، لان ملف التعيينات فيه كوارث. طيب النهارده سموحه كمان، النهارده الاستاذ فرج عامر كان اعلن ونشر خطاب متعلق بالشكوى بخصوص مشكله الفار اللي كانت ما بين مصطفى مدحت وابراهيم نور الدين. وقدامكم على الشاشه ده الخطاب اللي تم ارساله من سموحه الى المدير التنفيذي لاتحاد الكوره الاستاذ وليد العطار، وسموحه بيطالب في الشكوى بتاعته يعني عرض التسجيلات. هل هنسمع التسجيلات من تاني ولا لا؟ يعني قدامكم اهي في الشكوى سموحه بيطالب عرض التسجيلات عشان يعرف ماذا دار ما بين مصطفى مدحت وابراهيم نور الدين في مباراه سموحه والزمالك. مش عارف هل هنرجع نسمع التسجيلات من تاني ولا لا؟ هل اللجنه هتستعرض الاخطاء التحكيميه ولا لا؟ ده احنا وصلنا لمرحله ان الحكم بيطلع يعلق على قراراته كمان. ده احنا مش رجعنا سنه لورا، ده احنا رجعنا 20 30 سنه لورا. يبدو ان مفيش فايده، بس انا مش هسيب الملف ده لغايه لما الملف ده يكون احترافي بنسبه 100%. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا كلام مهم جدا عن مباراه الهلال السوداني والاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن مباراه الهلال السوداني والاهلي يوم السبت المقبل، مباراه الساعه 3 العصر بقياده تحكيميه وصافره موريتانيه. نتمنى التوفيق للحكم الموريتاني دحان يبدأ اللي هيدير هذه المباراه، يمكن حكم صغير في السن لسه بيبدا مشواره الدولي، لكن ان شاء الله نتمنى له التوفيق. المباراه كبيره وصعبه، ولكن طبعا يعني كنا نتمنى ان يكون فيها طاقم تحكيم على اعلى مستوى، يمكن ادار مباريات كبيره او عنده خبرات طويله، ولكن نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم الموريتاني في الخروج بهذه المباراه الى بر الامان. النهارده الاهلي استأنف تدريباته صباح اليوم في فرع النادي الاهلي في مدينه نصر، وبالطبع هناك استعدادات للمرحله اللي جايه وسفر الفريق غدا ان شاء الله الى السودان لخوض منافسات الجوله الثانيه من مباريات المجموعه اللي فيها الاهلي مع الهلال وصن داونز والقطن الكاميروني. مزيدا من التفاصيل بينضم الي عبر الهاتف الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي، واللي كان حاضر النهارده اول تدريب للفريق عقب العوده من المغرب، وده اخر تدريب قبل السفر الى السودان غدا. مساء الفل يا فاروق. يعني برحب بك يا محمد، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. رجعنا بقى للتدريبات اليوميه في النادي والاستعداد للمرحله اللي جايه، واعتقد الفريق رجع من المغرب بمعنويات عاليه، ولكن كيف يستعد الاهلي لمباراه الهلال وما رايته اليوم في فرع النادي في مدينه نصر وتحديدا على الملعب رقم 4 اللي طلع عدد كبير جدا من نجوم فريق الشباب قبل كده في سنوات مختلفه للفريق الاول؟ يعني خلينا محمد اخد من كلامك الاخير، يعني ملعب 4 بالتحديد ولاعيبه كتير جدا في النادي الاهلي طبعا مرتبطه بهذا الملعب، بداياتهم وحياتهم كانت معظمها طبعا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ملعب 4 انت بتتكلم طبعا على كابتن محمد الشناوي اللي يعني بالاحضان نتقابل مع كتير من المدربين اللي كانوا طبعا موجودين مع الكابتن محمد الشناوي اثناء وجوده في قطاع الناشئين، بتتكلم على رامي ربيع، على محمد عبد المنعم، محمد هاني، ايمن اشرف، كتير من اللعيبه طبعا محمد انت عارف اللي اتربوا كتير في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وخليني برضه محمد اتكلم في نقطه مهمه، يعني احنا بنتكلم النهارده التدريب الاول للنادي الاهلي اللي كان بدايته طبعا مستر مارسيل كولر عقد جلسه مع اللاعبين، طبعا قال للاعبين انا عندنا بطوله مهمه، بطوله افريقيا، ولازم نحقق بطوله افريقيا هذا الموسم عشان نروح نلعب تاني في كاس العالم للانديه. الحلم والهدف ان احنا ننافس السنه الجايه على كاس العالم للانديه. يعني جلسه استمرت لمده 20 دقيقه مع اللاعبين، اتكلم على اهميه المرحله القادمه سواء مرحله افريقيا او مرحله الدوري. انت عارف يعني الفترات كلها محمد المباراة متلاحمة ما بين افريقيا ما بين الدوري المصري، ضرورة الحفاظ على قمة الدوري، ضرورة اثبات قوة او النادي الاهلي، والرسالة لازم توصل لكل المنافسين على النادي الاهلي السنة دي بكل التفكير بكل مجلس الاداره باللاعبين بالجهاز الفني، هدفنا الحصول على بطوله افريقيا. طبعا اللاعبين بعد الجلسه انطلق لمران بجزء بدني طبعا مع تيتيان اندويا مخطط الاحمال، ثم بقى الجانب الفني والجانب التكتيكي والبعض الامور الخططيه اللي بيركز عليها المستر مارسيل كولر. خليني بقى اقول لك برضه يا محمد ان الفريق هيأدي مران غدا باذن الله الساعه 11 صباحا على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر قبل التوجه الى والسفر الى السودان في يعني مهمه البحث واعاده مره اخرى الاميره السمراء وكاس افريقيا. اللعيبه النهارده محمد خلاص في تركيز، اللعيبه قفلت صفحه طبعا بطوله كاس العالم للانديه. الطموح اللي عند كتير جدا من اللعيبه اللي هي اول مره هتلعب مع النادي الاهلي افريقيا، عايزين يلعبوا مع النادي الاهلي بطوله افريقيا
اتكلم على مروان، على مجموعه من اللعيبه اللي هي اللعيبه الجديده. احمد القندوسي النهارده بيظهر في تدريب النادي الاهلي، بيظهر بشكل اكثر من رائع. بعض يعني الامور اللي اشتغل عليها برضه محمد المستر مارسيل كولر النهارده بعد ما انا المران وقف مجموعه من اللاعبين، اشتغل على الكرات الثابته. يعني تقدر تقول في مجموعه من اللاعبين في النادي الاهلي اختصها مستر مارسيل كولر يعني اللعب والتسديد على الكرات الثابته. بعض اللاعبين اشتغل معاها طبعا كابتن سامي قمصان وهيرالدو المدرب العام على الكرات العرضيه، امور كتير جدا انت عارف بيشتغل عليها مستر مارسيل كولر. طمنك برضو ان النهارده محمد مصطفى شوبير بينضم للتدريبات الرسميه وبيأدي التدريب بالكامل النهارده، وعوده حميده لمصطفى شوبير. عمرو السليه يعني تقدر تقول برضو كان بيأدي جزء من الجانب البرنامج التأهيلي. وجود عمرو السليه ان شاء الله في يعني المباراه اللي ان شاء الله الهلال السوداني طبعا هيتحدد غدا بمشيئه الله، لكن باستثناء هذا الامر محمد تقدر تقول الامور جوه النادي الاهلي، استعداد اللاعبين، استعداد الجهاز الفني ان شاء الله يبشر بالخير باذن الله، وتكون بدايه موفقه باذن الله للنادي الاهلي من مباراه الهلال السوداني. طيب حسب المعلومات اللي عندي يا فاروق ان الجهاز الفني هيصطحب خالد عبد الفتاح في رحله السودان رغم عدم مشاركته، لان الفريق هيرجع من السودان على اسوان، فهيكون متاح ساعتها للعب في او المشاركه في مباراه اسوان. نفس الامر ينطبق على السوليه، ولا السوليه فرص حتى لحقه مباراه اسوان يوم الثلاثاء اللي جاي عقب العوده من السودان هتبقى صعبه شويه؟ خلينا اتفق معاك يا محمد ان في امور طبعا هتتحدد غدا باذن الله، لكن تقدر تحسم الامر ان يعني الامر كله بيتلخص في فرص لحق عمرو السوليه بمباراه الهلال السوداني، الامر ده هيتحدد غدا بمشيئه الله. لكن في كلا الحالتين عمرو السوليه موجود مع البعثه ان شاء الله، خالد عبد الفتاح موجود مع الفريق باذن الله. طبعا انت عارف الفريق هيرجع من السودان على اسوان طبعا لمباراه النادي اسوان اللي هتكون يوم الثلاث، لكن الرؤيه الفنيه او الناحيه الجاهزيه الطبيه بالنسبه لعمرو السولية هتتحدد غدا بمشيئه الله من الدكتور طبعا احمد ابو عبله، لان عمرو السولية النهارده ادى جزء بطيء ثم يعني بدا او ياخد جزء كمان في البرنامج التاهيلي مع الدكتور محمود حمدي اخصائي التاهيل بنسبة كبيرة يا محمد، عشان برضه ما نحسمهاش الأمر، من الممكن فرص لحق عمرو السولية بمباراة الهلال السوداني من الممكن تقدر تقول ممكن تكون صعبة شوية، لكن زي ما أنت اتكلمت في النقطة المهمة إن جاهزية عمرو السولية إن شاء الله ليكون لمباراة أسوان ثم استكمال طبعًا أنت عارف بعد كده عندنا مباراة الصن داونز وعندنا مرحلة صعبة جدا، لكن في نفس الأمر النهارده بنشوف مروان، بنشوف القندوسي، بنشوف ديانج، بنشوف معظم اللعيبة النهارده بتظهر بشكل مميز، يدي أريحية لمستر مارسيل كولر اختيار أي مجموعة تكون موجودة في منتصف ملعب النادي الأهلي. أكيد، فاروق أنا بتكلم معاك وشفت لقطات من ملعب أربعة في مدينة نصر قدامكم يا جماعة، يمكن الجزء اللي بيتم تشييده أو بنائه ده مدرج خاص إن شاء الله بيتعمل في ملعب أربعة، لو عندك تفاصيل المدرج هيبقى فيه تحتيه غرف خلع ملابس، أكيد في تطوير وتحديث بيحصل على الأمور اللي نتكلم على اللي هي البنية التحتية لقطاع الناشئين في مدينة نصر يا فاروق. محمد انت يعني انت رحت النقطة في غاية الأهمية والحديث عنها يحتاج أمور كتير جدا، لا لكن خليني أقدر ألخصها. أيوة. إن آن الأوان إن احنا يعني ننصف الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والكابتن وليد سليمان على الدور اللي بيعملوه في قطاع الناشئين في النادي الأهلي، الأمر محمد مش مقتصر فقط على البطولات اللي النادي الأهلي، خليني أقول لك النادي الأهلي بيتصدر كل بطولات قطاعات الناشئين وبينافس على كل البطولات، لكن الاهتمام بالبنية التحتية، المدرج يا محمد اللي احنا بنشوفه ده مدرج طبعا للجمهور هيكون تحتيه غرف لخلق الملابس، غرفتين خلق ملابس وغرفه للحكام، وايضا هيكون في غرفه للاستقبال الضيوف، وهتبقى يعني معموله على الشكل واكثر من رسمه ورسومات اتعرضت على الكابتن خالد بيبو والمسؤولين في النادي الاهلي. طبعا الكابتن محمود الخطيب زي ما يعني اتكلم الكابتن خالد بيبو في هذا الامر، قال للكابتن الخطيب قال لي اعمل واحنا معاك، يعني خطط وشوف واحنا كل الموافقات وكل الامور، ودي الامور اللي بيهتم بها مجلس اداره النادي الاهلي، البنيه التحتيه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. خليني اقول لك ان ملعب بعد واحد من الملاعب برضو اللي بيتم الاهتمام بيها في قطاع الناشئين في النادي الاهلي الى جانب ملاعب التدريب، امور كتير جدا بتتم من خلال أكيد. البنيه التحتيه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لان لازم تكون المشهد يليق بالنادي الاهلي. عايز اقول لك نقطه كمان، انك انت اتكلمت على قطاع الناشئين، غرف ايضا بتاعه النادي الاهلي الخاصه بالتاهيل، الخاصه بالجانب الطبي، لعيبه النادي الاهلي جت تلاقي كل الامور متوفره من المخطط، من الامور اللي هي الخاصه بالتاهيل بالاستشفاء بالامور دي كلها، لقوها موجوده في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وحده القياسات الامور دي كلها محمد مش هتلاقيها في اي مكان تاني بالنسبه لانديه قطاعات الناشئين غير في النادي الاهلي.
أكيد. زميلي العزيز فاروق صلاح موفد قناة الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، ويمكن نتكلم معانا في تفاصيل مهمة جدا، وكانت النقطة كمان المهمة اللي نتكلم فيها البنية التحتية اللي بتتم حاليا في مدينة نصر بخصوص قطاع الناشئين. وفي الختام قبل ما أطلع للفاصل، الحمد لله على السلامة لمصطفى شوبير بعد إصابة وإبعاد فترة بسبب الإصابة وعدم مشاركته في كأس العالم للأندية. النهاردة كان أول تدريب ليه، فألف مليون سلامة يا مصطفى، والحمد لله على السلامة. إن شاء الله الفترة الجاية ننتظر كمان عودة أكرم وكريم فؤاد بعد نهاية الموسم، وإن شاء الله بإذن الله تبتعد الإصابات تماما عن لاعبي النادي الأهلي. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل بفقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، وترند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. نبدا مع بعض ترند الاهلي، ومن ملعب القاهره 24 ومن خلال حسابهم على الفيسبوك، قالوا رسميا الاتحاد الافريقي يخطر الهلال السوداني باقامه مباراه الاهلي بدون جمهور. مش هتكلم كتير وتفاصيل في هذا الموضوع، ولكن من حوالي شهر الاتحاد الافريقي كان اخطر كل الاتحادات والانديه اللي هتختار ملاعبها لدور المجموعات. في اشتراطات معينه وفي معايير معينه، ومش معنى ان انت لعبت على ملعبك في الدور التمهيدي سواء بالنهار او بالليل او بحضور جماهير الامر هينطبق في دور المجموعات. كل ما بتوصل لادوار متقدمه، كل ما المعايير في رخصه الملاعب بتبقى فيها اشتراطات اكتر، والاشتراطات والمعايير بتبقى افضل واكبر من الادوار التمهيديه. جزء من هذه المساله الحضور الجماهيري، الملاعب لازم يتوفر فيها نقاط معينه تخص السلامه والامن. ملاعب كتيره، مش ملعب الهلال السوداني فقط، حتى ملعب كينشاسا اللي في الكونغو الديمقراطيه فيتا كلاب مش هيلعب عليه، وتم منع اقامه اي مباراه عليه رغم ان الملعب كله فيه كراسي. ولكن الكاف ولجنه التراخيص حتى اشتراطات معينه، الاشتراطات دي على فكره ما ظهرتش فجاه، تم ارسالها في شهر 7/2022، يعني بالظبط قبل حوالي 8 شهور من دلوقتي. وبالتالي اللي مش هيلتزم بالملف ده اكيد هيلعب يا اما بدون جمهور يا اما هيلعب خارج بلده. المريخ حتى هيلعب في ليبيا، الكفيتا مش هيلعب في الكونغو الديمقراطيه، هيلعب في الكونغو برازافيل. وبالتالي الامر متعلق بالاتحاد الافريقي وقرار لجنه التراخيص، وهذا القرار مش جديد، هذا القرار تم ارساله منذ شهر. طيب نروح لكوره 11، وبيقولوا بعدما اصبح حبيس دكه كولر ومعاملته أثارت غضبه، موهبة الأهلي يفتعل مشكلة كبرى بسبب قلة مشاركاته في مباريات المارد الأحمر وعدم الدخول بديلا. هنا حساب كرة 11 بيتكلم على شادي حسين وأنه مستاء وأنه زعلان، وأنا بقول لكم الكلام ده غير صحيح. أكيد أي لاعب نفسه يشارك ونفسه يلعب، لكن الله أعلم مع انطلاق مباريات إفريقيا الجهاز الفني هيتعامل إزاي مع العناصر اللي ما لعبتش كأس عالم أندية، ممكن يكون لهم دور كبير جدا خلال الفترة اللي جاية. وادي أولهم مثلا كورة بلس بيتكلموا على اللاعب الجزائري احمد قندوسي، بيقولوا انه يقترب من الظهور الاول مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا. بالمناسبه قندوسي كان ممكن يتأيد في قائمه الاهلي ويكون متاح من الدور نصف النهائي امام ريال مدريد، ولكن الجهاز الفني فضل انه ما يكونش موجود عشان يبقى جاهز لدوري ابطال افريقيا. هل معنى عدم قيده في كاس العالم للانديه انه مش متاح حتى نهايه الموسم، وان في لعيبه فرضت نفسها هتبقى اساسيه؟ اطلاقا كل لاعب موجود في القائمه اكيد في توقيت معين هيتم الدفع بيه، بس لما تجيلك الفرصه تمسك بيها ولعب بشكل جيد جدا. طيب نروح للوتر سبورت، وبيقولوا كولر يحسم موقف احمد قندوسي من قائمه الاهلي امام الهلال السوداني. وبالمناسبه بكره، يعني بكره يتم الاعلان عن قائمه الاهلي المسافره للسودان، عشان ساعتها كولر يقدر يختار، والقائمه الحمد لله فيها اكثر من 30 لاعب متاح لدوري ابطال افريقيا. طيب نروح ليلا كوره، مصدر ليلا كوره، الاهلي يضم خالد عبد الفتاح لرحله السودان رغم ايقافه. ده الجزء اللي اتكلمت فيه مع زميلنا فاروق صلاح. خالد مش هيلعب مباراه الهلال نتيجه طبعا ايقافه وطرده في مباراه فلامينجو، ولكن الفرقه لما ترجع من السودان هتروح على اسوان، ففي مباراه الدوري خالد عبد الفتاح متاح، مفيش ما يمنع من المشاركه، فعشان كده الجهاز الفني بيحضر لمباراه الدوري، وخالد هيكون موجود مع البعثه اللي هتسافر السودان بكره. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا تفاصيل اكتر في ترند الاهلي وباقي فقرات برنامج الترند. طيب نجري مع بعض في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند، الوقت للأسف بيجري بسرعة، لكن نشوف اللي باقي معانا في ترند الآلي. الوطن سبورت النهاردة اتكلم في موضوع مهم جدا وفي نفس الوقت خطير. بيقولوا أول قرار من الكابتن محمود الخطيب تجاه قفشة ومحمد شريف في الأهلي تأجيل التجديد. بصوا الخبر مكتوب في إيه. قالوا إن الكابتن محمود الخطيب تحدث مع الجهاز الفني وأعضاء لجنة التخطيط في ملف تجديد عقود اللعيبة، وجاء على رأس الثنائي قفشة وشريف في إن عقودهم بتنتهي في نهاية الموسم المقبل، وانه يحق لهم التوقيع في يناير. والكابتن الخطيب استقر مع اعضاء لجنه التخطيط على تاجيل الحديث في ملف التجديد لوقت لاحق، وان في حاله غضب ما بين شريف وقفشه في هذا الملف وعدم التجديد والتمديد وتجاهل
الحديث معهم. أولا الخبر ده عاري تماما من الصحة. ليه؟ محمد شريف مدد وعدل عقده من سنة، مدد وعدل عقده من سنة، وبالتالي الخبر كله مبني على فكرة خاطئة بنسبة 100%. لا في أزمات تجديد ولا في أزمات تمديد ولا أزمات تعديل، والأمور دي كلها بتمشي بسرية شديدة. وأكبر دليل الخبر في حاجة غلط إن اتكتب اسم محمد شريف، ومحمد شريف أصلا ممدد ومعدل عقده من سنة. مش هدخل في تفاصيل أكتر من كده، بس كان مهم بس أشرح للناس ليه الأخبار دي بتتكتب بالشكل ده، وللأسف بتبقى فيها حاجات كتير غلط. حساب يلا كورة وتصريحات لوجيل جوستافو سوزا ليلا كورة قال فيها ان برونو سافيو ليس سببا في فشل انضمامه للاهلي، والصفقه لم تتم لاسباب ماديه، وده اكبر دليل ورد على اللي اتقال ان برونو سافيو كان سبب ان اللاعب البرازيلي ما جاش. وطبعا انتوا عارفين السوشيال ميديا بيبقى فيها للاسف اختراعات كتير جدا. طب نروح للترند المحلي والكلام على البطولات. لجنه المسابقات باتحاد الكوره تنتظر انتهاء مباريات الفرق المصريه في دور المجموعات لتحديد مواعيد مؤجلات الدوري وكذلك نهائي الكاس واللي هيجمع الاهلي وبيراميدز. في ثلاث مباريات مؤجله للاهلي زائد مباراه نهائي الكاس ما بين الاهلي وبيراميدز، فده هيتحدد بعد اول ابريل لما الفرق تخلص دور المجموعات. حساب يلا كوره من خلال مصدر باتحاد الكوره قالوا من الصعب مشاركه فريق واحد في عده بطولات خارجيه. الكلام على البطوله العربيه، دور السوبر الافريقي، دوري ابطال افريقيا. يا اشقاء يا زملاء يا في اتحاد الكوره، ارجوكم بلاش تعلقوا على مساله المشاركات الخارجيه طالما انت ما عندكش الاجنده ولا عندك فكره ايه اللي هيحصل الفتره الجايه، لا في البطوله العربيه ولا في دور السوبر ولا في دور ابطال افريقيا. اذا لقيت في يعني تداخل في المواعيد يبقى اتكلم، ولكن المواعيد اللي جايه كلها ما فيهاش اي تداخل اطلاقا. طيب نروح للمشاركات. ابو بسمله علق على السؤال اللي قلناه في التشكيل المتوقع لمباراه الاهلي، بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي ليك يا استاذ محمد. تشكيله الاهلي ان شاء الله هتكون شناوي، اتمنى يبقى معلول يبدا، رامي ربيع، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، خط الوسط ديانج، حمدي فتحي، مروان عطيه، وفي الهجوم كهربا واحمد عبد القادر. طيب عموما مارسيل كولر عنده خيارات عديده، والحمد لله القايمه فيها ابرز وافضل اللاعبين في الكره المصريه وعدد محترفين كمان ممتاز جدا. نتمنى التوفيق للاهلي يا رب في اولى مبارياته في مشوار دوري ابطال افريقيا. الى هنا نصل الى ختام حلقه اليوم من برنامج الترند. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي الاسبوع القادم في حلقه جديده باذن الله. شكرا والى اللقاء.